انا قلت هاجي اسلم عليك واقول لك ورحمه امي وامك يا عبد الله لا هرجعك السجن تاني. ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ ام انت فاكرني هلبسها واقعد اندب حظي زي النسوان؟ لا، اللي عملته ده مش هيعدي بالسهل، هخليك تحلف بيه يا عبد الله. هو انا زيك؟ لا انسى يا انا زينب. ام ايه اللي دخل الست دي هنا؟ قالت ان هي واخده ميعاد من حضرتك. وهو في ميعاد دلوقتي؟ في شغل؟ في موظفين؟ حضرتك دي مدام زينب واحنا وانتوا بره، والتعاقد مع شركه الامن بتاعتكم هلغيه من بكره. بره وانت يا هانم، انا فعلا مش زيك، لانك انت ست دماغ بتفكري وبترسمي وبتخططي، وانا عامل حسابي بقى عليكي كويس قوي قوي، وهخليكي تندمي، هخليكي تفكري 100 مره قبل ما تهوي بيه عند الشركه التانيه. وانا هربيك. طبعا ما انا مسجون، كنت مسجون، السجن قتل فيا التربيه، قتل فيا الانسانيه. فكريش انت كويس قوي، ما حسيتيش بحد مسجون 20 سنه ظلم قاعد مقرفص في زنزانته عمال يراقب ويتابع اللي سجنوه ظلم وهم عايشين متهنيين بره في الدنيا وهو مظلوم؟ عارف الاحساس ده عمل ايه؟ عمل ايه يا حيلتها؟ قتل قلبي، قتل كل حاجه، قتل الخوف. خلاص يا زينب، خلاص ما بقتش خايف. اللي جاي مش قد اللي راح، لان اللي راح ده راحت حاجات كتير معاه، راح طموحي، راح شبابي، راح احساسي. صوتي زي ما انت عاوزه، انا مستعد دلوقتي اخلص عليكي، محدش هيحس بيكي خالص، ومش هاخد فيكي ساعه واحده. عارفه ليه يا زينب؟ قتله مجرمه راجع من السجن عشان تخلص عليا. حاسب كده؟ انت فاكر ايه؟ انت فاكر اللي عملته ده هيعدي بالساهل؟ لا، ده انا هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه، ده انا هفضحك في كل مكان. انت اللي قتلت سمير مش انا. والدواء الغلط اللي حضرتك بتقوله، وفي بدل الشاهد 100 شاهد زي ما جبتوا شهود قبل كده. ما الحكايه دلوقتي شهود في شهود. خوفتني، رعبتني، الحقيني يا انا ياما. ها انت نفسك تشوفني كده؟ انسى، انا زينب يا عبد الله. انا هخليك تفرفري كده زي الفرخه المذبوحه، مش هسيبك. وانا هخليك تتمنى يوم من ايام السجن. ماشي يا زينب، لازم اشوفك متشعلقه في حبل المشنقه.